فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن الصيد بما يسمى بالنباطة أو المقلاع أنه حرام؟ أي نعم، إذا أصاب الصيد بثقله فهو وقيظ، يدخل في الوقيظة. أما إذا جرحه بحده محدد وجرحه بحده فهذا حلال. نعم، ما قتل بثقله فلا يحل لأنه موقوذة، وما قتل بحده فإنه حلال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.